اللي يفجروا الثورة 16 ما همش 21 اللي قروا 21 بصح اللي ينظموا وفجروا الثورة 16 في العمليات كما عزمناهم في جميع الميادين فإننا أجمعون بالمناطق المحرمة سنحررها بدماء شهدائنا وستبقى محرمة. سمعنا وين ددوش مراد هو اللي جاب المحل في كلوس ونملي وعند السيد دريش اللي درنا عنده الاجتماع وهو ما هوش من المجموعة اللي هي اجتمعت ولا من المجموعة اللي قررت ولا من المجموعة اللي هي فهمت يعني عينة القيادة ما عنده حتى داخل في الاجتماع لا من بعيد لا من قريب. الحاجة الوحيدة الله يكثر خيره ويسهل أكثر منا احنا كان اجتماع في البيت نتاعو لان البيت نتاعو لو فاقوا به القرى كان البيت نتاعو ينسفوها نرجعوا للاجتماع فهمت يعني زاد ابو الضياف تكلم على اللقاء مع صالح حاج زاد سي مصطفى بن بولعيد تكلم على اللقاء مع صالح حاج والضمانات اللي اعطاها سي مصطفى بن بولعيد باللي لوراس فيه الاسلحه وكل دار بسلاح وكذا واحد باللي ينجم يعين الناس المناطق الاخرى فهمت هذا يعني التدخل تاع سي مصطفى بن بولعيد يعني كان يقنع باللي كان سلاح مش كان سلاح كان اراده باش نحرروا الجزائر مش كان سلاح كاين فالوراس كان سلاح بصح التدخل تاع سي مصطفى بن بولعيد هو يبين لك باللي فيه اراده لنحرر الجزائر ماهوش تدخل نتاعو فهمت وصلنا لتعيين القائد شكون اللي راح يقود الثوره قائد كيف قال احنا شكون يترشح باش يقود الثوره ترشح بو الضياف وترشح بن بولعيد في زوز ترشحوا جينا للانتخابات حتى واحد منهم مدى الكورام واحد مخرج عاودنا مرة ثانية واحد مخرج هنا بنعاود جيت حدا مصطفى بن بولعيد وقلت له سي مصطفى انت ديروها كما عندكم في سوق الجمعة سوق الجمعة هذا يتلموا المشايخ تاع الجمعية تاع الجماعة يتلموا في سوق الجمعة هذايا ويديروا القوانين تاع العام اللي تمشي عليهم الوراثة كل يمشيوا عليها العروش كل قوانين قال الرقبة كذا وكذا قال كسر الباب على ست كذا وكذا قال تعدى في يديك كذا وكذا هم اللي يحكموا ويديروا القوانين تاعهم مش قوانين فرنسا قلت له ديروها كما سوق الجمعية ديروها جماعية وخلاص والله بس مصطفى بن بولعيد عيط للمضيف بن ميدي ددوش مراد وكذا قال له سي عمار اقترح نديروها هذاك الوقت ما نسميهش عمار نقترح نعملوها جامعه كوليجيال مشات في كوليجيال ترشحوا في خمسه بن بولعيد بو الضياف بن ميدي ددوش مراد وبيطاط ترشحوا في خمسه داو الكرام بالاجماع خرجوا حتى الربعه اللي بعد انسحبوا فوتاو باش بيطاط يكون في القياده وهكا اللي عينا قياده من خمسه كذا وضافوا بعد كريم سته بعد ضافوا جماعه تاع البرا وولاد قياده فيها 10 ولا 9 ولا كذا واحد قررنا احنا نقلع الثوره القياده والتوجيه تاع بيان اول نوفمبر جاب وش اسمه العربي بن مهدي جاب ورقه قال هاو البن دول قيادة للشعب والسيادة للشعب واللي يحكم هو الشعب البند الثاني قال قيادة جماعية قال البند الثالث بناء الدولة على المبادئ الإسلامية لأن العربي بن ميدي يجب نعرف باللي ولد زاوية وإنسان متدين وإنسان فهمت وإنسان متصوف هو البيان هذا أعده هو شخصيا ولا كان أعطاه رأي هذا ثلاثة هذه تاع السيادة للشعب
تقريب جايه من الحزب الشعب، واحنا ديما نقولوا القياده للشعب. التاريخ، اختيار التاريخ بقى للمجموعة اللي هي عايلناها، ومجموعة تاع الخارج. القيادة الجماعية. القيادة الجماعية هي اللي عينت التاريخ. وعينت التاريخ في 15 أكتوبر. باش تنفجر الثورة في 15 أكتوبر. أخ من الإخوان اللي في القاهرة، يظهر أحمد بن بلة، خبر المصريين على طريق فتح الديب مع المخابرات، خبروا بلي 15 أكتوبر راح نفجروا الثورة. تفجروا الثورة، فتح الديب هذا يخدم مصر، يخدم عبد الناصر، وزعوا على الرجال نتاعهم كذا بلي عبد الناصر راح يفجر الثورة في الجزائر في 15 أكتوبر، ومشات الهدر على 15 أكتوبر. يظهر لي بوضياف ولا عايت أحمد عايته للداخل، قالوا له ما الهضرة ماشي على 15 أكتوبر، فرنساويين هم يستنوا فيكم 15 أكتوبر، بدلوا التاريخ وما تقولوش التاريخ اللي راح تفجروا فيه الثورة. لهنا قردوها بن بولعيد وبن مهيدي وددوش بوران ومعهم بيطات في ربعة، ولاو قروا بلي يكون ديكلونشمون، ومعاهم كريم، ولاو قروا بلي ديكلونشمون يولي 1 نوفمبر 1954. وقت كان ديكلونشمون مشى 1 نوفمبر 54، ماهوش 15 أكتوبر كما حبوا يتبناوا الثورة ويتبناوا اليوم في الانفجار المصريين. من المجموعة تاع 21 انسحبوا 6، اللي هما عبد السلام سعيد بالحباشي، سعيد بوعلي، سليمان ملاح، ومشاطي محمد. الربعة هذوما انسحبوا بسبت أن بيطات ما يكونش من المجموعة، ويجيبوا قراص عبد الرحمن. وقراص عبد الرحمن كان ددوش مراد، راح له حتى ليون وكل معاه وقال بتجي وكذا وديك، رفض. وكان الموقف نتاعو موقف اللجنة المركزية مع لي سونتراليست، كان ضدنا 100%. قراص عبد الرحمن نعم كان ضد اندلاع الثورة. ولهذا كي جاوا الربعة هادو قالوا نجيبوا قراص عبد الرحمن، قال لهم بالضياف لا عينوني على ميلا وجيجل والميلية، المنطقة هذيك الشرقية تاع شمال قسنطينة، واشتغلت تم وكونت أفواج، 3 أفواج كونتهم تم، وقعدت المنطقة الشرقية فارغة إلا باجي مختار في سقاراس، ومنطقة تاع سقاراس، أما منطقة تاع النابة وكذا واحد قعدت فارغة. ولو عملنا اجتماع في السمندو عند بوشريحة أبو العريس، من اجتماع تما ددوش موران، زيغود يوسف، بن طبال وبن عودة في 4، من اجتماع قال كيفاه المنطقة الشرقية نخليوها فارغة على الأقل نشوفوا كيفاه حتى نوزعوا بيان أول نوفمبر وتسمى عملية. ددوش قال با ما نلقاوش، زيغود الله يرحمه قالوا نبعثوا سي عمار. قلت له لا تبعتني أنا، روح انت سي احمد، روح انت. قال لي لا تروح انت. وخداو قرار في ثلاثه، هما 3 صوات وانا صوت واحد، ما حبيتش نروح انا، كان خليت جماعه كونتهم وكذا وروح وين ما كان والو. قال لك لا تروح انت، قلت له مع الضالين امين، هات البيان تاع اول نوفمبر. وخرجت من 20 اكتوبر، خرجت من سمندو نهار 21، كنت في عنابة في جبل ليدوغ في دار محمود راشدي رحمه الله، شهيد سيد الشهداء محمود راشدي هذا،
كنت عنده في الدار. الحاجة الأولى فنكتب بيان أول نوفمبر، لازم نجيب روليو ماشين ايكرير، نجيب ستانسيل، نجيب لانكر تاع ستانسيل. ما هو كفاه جماعة، عيط جماعة تاع لوس اللي كانوا برا محمد هادي عرعار، عيط العرعار هذا قلت له روح محمد علي، انت محمد هادي باقي داخل في المليو تاع الجماعة هذو، يلزمني رونيو ولازمني ماشين ايكرير ولازمني ستانسيل ولازمني كذا، دبر راسك. قال لي عبد الكريم السويسي عنده الدوزان تاع الحزب او عند عبد الكريم السويسي. قلت له روح كل سويسي وقال لك سي عمار اعطيني بن عودة، ما كانش عمار. قلت له قال لك بن عودة اعطيني رونيو واعطيني كذا، سويسي اعطاه. طيب الماتريال الكل طلعوا لي عند محمود راشدي هذا، عملت له كتبت ثلاث ايام ولا اربع ايام وانا بصبع واحد نكتب على ماشينا يكرير، ما نعرفش نكتب في الماشينا انا خاطيني. هي ثلاث ايام ولا اربع ايام وانا بصبع واحد نكتب بيان اول نوفمبر، كل مرة نفزد ونعاود وفزد ونعاود، زوز بوطات تاع ستانسيل نظن فهمتي استعملتهم، وخرجت بيان اول نوفمبر ووزعته ليلة اول نوفمبر، وزعنا بيان اول نوفمبر، زدنا مع الهادي عرعار، جبنا جماعة من لوس، العربي حشاني وداموه وسامسون وعلاوة علاوة 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 عمر المزاودة محمد راشدي طيب راشدي، هذا الجروب اللي تكون يعني بين 23 أكتوبر و 1 نوفمبر. سلاح عندنا 635 ما عندوش بيركيتار، في كان عند علاوة يزم باش يضرب الأولى باش يضرب الثانية يحل كلاس ويدز بالمسمار، يدز البيركوتور باش يضرب الرصاصة الثانية. وكان عندي أنا دوز 45 ودبرنا فوشي بالمسمار، ودبرنا فوشي تاع الألمان، مكحلة تاع الألمان موزار مقصوص خشمها ومعها واحد 400 كعبة تاع رصاص، وكله شارب ماء قديم كان تحت الأرض بخبي جبدوه من تحت الأرض. هذا هو السلاح اللي درنا به ثورة في المنطقة تاع النابة في 1 نوفمبر 1954.